تواصل معكم مشاهدينا متابعينا الكرام، وتتواصل الأشواط والانطلاقات والتحديات على أرضية هذا الميدان، ميدان المرموم، تحفة الميادين، ميدانة الدنيا دبي. انطلاقة سليمة ورائعة لشوطنا الرابع عشر في تعداد أشواط صباح هذا اليوم. الشوط الرابع عشر شوط خاص بالحول المهجنات الأصايل وفئة الإنتاج والمنتجين في هذا العالم الساحر مع هذه التحديات المثيرة. نسير بالصدارة بعدما انقضى الكيلو المتر الأول في هذا الاندفاع المتميز. مياسة على الصدارة، وشعار حليس بن راشد بن حليس الاكتبي القادمة أيضا من مدينة العين ومن الهير بالأخص في هذا الاندفاع المتميز. نتابع المركز الثاني، وأردت تسلل من الجانب الآخر الشاهينية. راشد بن سعيد بالغافرية يقدم انطلاق الشاهينية مع المركز الثاني. ثالث التحديات مناورة لمحمد بن خلفان بن حضير من الكتبي في متابعة وانطلاقة مناورة مع المركز الثالث ومع المركز الرابع. التقدم من براقة سيب بن سالم بالضحاك الشامسي متابعا لانطلاقة براقة مع المركز الرابع. وخامس التحديات أرهنيفي لمحمد بن خليفة بن درويش الفلاسي متابعا لانطلاقة في مع المركز الخامس. الدور دور المركز السادس، وأرى التقدم الانطلاق من دمعة السويدان بن سعيد بن حضيرة من الكتبي في متابعة وانطلاق الدمعة مع المركز السادس. سابعا من الجانب الآخر نتابع انطلاقة نشوة لأحمد بن عتيج بن عبيد الرميثي مع المركز الثامن. المركز الثامن أرهني بروق تتقدم مع المركز الثامن بشعار حارب بن راشد بن حليس الكتبي، وتاسعا أرهني هملولة مع المركز التاسع. مصبح بن سالم بن راشد بن بخيت الكتبي من يتقدم مع المركز التاسع. هذه النتيجة مشاهدينا متابعينا الكرام. ندان الأول أكملناه للتسع الأسامي المشاركة والمنتفعة والمنطلقة بناموس هذا الشوط في هذا التحدي المثير وبهذا الانطلاق الرائع. ولكن لنا عودة مع الصدارة. نتابع البداية، وأرى مياسة، أرى مياسة من قادة المجموعة من بدأت تباعد بناموس هذا الشوط. السلالة الصغانية تنطلق مع المقدمة، وحليس بن راشد بن حليس الكتبي من يتابع انطلاقة وتحديات مياسة اللي انطلقت بناموس هذا الشوط وبهذا الأداء المثير. المركز الثاني نتابع الشاهينية راشد بن سعيد بالغافرية الفلاسي يتابع انطلاق الشاهينية مع المركز الثاني. المركز الثالث التقدم من فيه لمحمد بن خليفة بن درويش الفلاسي. ننطلق مع المركز الرابع مشاهدينا متابعينا الكرام، وأرى براقة تتقدم مع المركز الرابع للسيف بن سالم بالضحاك الشامسي متابعا منطلقا مندفعا بهذا التحدي. الدور دور المركز الخامس، خامس التحديات بروق لحارب بن راشد بن حليس الكتبي من يتابع انطلاقة بروق من بدأت تتقدم وتنطلق مع المركز الخامس. سادسا من الجانب الآخر، نتابع نشوة مع المركز السادس لأحمد بن عتيج بن عبيد الرميثي من يتابع انطلاقة نشوة، ومع المركز السابع هملولة المصبح بن سالم بن راشد بن مخيت الكتبي. ولكن أرى الانطلاق من دمعة لسويدان بن سعيد بن حضيرم الكتبي مع المركز الثامن. هذه النتيجة مشاهدينا متابعينا الكرام لمراكزنا المتقدمة للأسامي المندفعة
في هذا الشوط في هذا التحدي المثير. وأشواط الإنتاج أشواط الإنتاج فئة المنتجين في هذا الانطلاق المتميز. نعود بالصدارة مشاهدينا متابعينا الكرام، نتابع بداية هذا الشوط، نتابع المقدمة، نتابع الصدارة، نتابع شعار حارب بن راشد بن حليس الكتبي ينطلق على مقدمة هذا الشوط مع تحديات مياس اللي يا الشوط منذ البداية تنطلق بالمقدمة، تندفع بناموس هذا الشوط بهذا الأداء المثير. ولكن أرى التقدم، أرى التسلل مع المركز الثاني الشاهينية راشد بسعيب الغفرية الفلاسي، ومع المركز الثالث أرى هنيفي لمحمد بن خليفة بن درويش الفلاسي يتقدم أيضا شعار الفلاسي مع المركز الثالث، بينما انطلقنا مع المركز الرابع بأرى القدوم من براقة لسيب سالم بالضحاك الشامسي يتقدم أيضا شعار بالضحاك على مستوى المركز الرابع، ومع المركز الخامس وصلت دمعة مع المركز الخامس السويدان بسعيد بن حضير من الكتبي متابعا لانطلاق الدمعة. نتابع المركز السادس، نتابع الانطلاق القادم، نتابع التحدي القادم، نتابع القدوم من بروق لحارب بن راشد بن حليس الكتبي، والانطلاق ايضا مع المركز السابع او المركز الثامن بالفعل المركز الثامن، ولكن من الجانب الآخر نشوة تتسلل أحمد بن عتيج بن عبيد الرميثي مع المركز السابع ثامن التحديات. انطلاقة مثيرة من هملول لمصبح بن سالم بن راشد بن بخيت الكتبي يتقدم ينطلق يندفع بهذا التحدي المثير مع المركز الثامن. والعد التنازلي لمجريات هذا الشوط، مغادرتنا لحزام الغابات على اليمين، ما شاء الله تبارك الله، بدينا في المنعطف الأخير والاتجاه السليم بعد المنعطف الأخير، ما شاء الله تبارك الله، مياسة على المقدمة والصدارة تقود هذه الجموع. مياسة مشاهدينا متابعينا الكرام من تنطلق وتندفع بناموس هذا الشوط منذ البداية، حليس بن راشد بن حليس الكتبي يحكم القبضة على المقدمة والصدارة. الشاهينية مع المركز الثاني رفعت راية التهديد في هذه اللحظات، راشد بسعيب الغفرية متابع الانطلاق الشاهينية، في مع المركز الثالث، في تتقدم محمد بن خليفة بن درويش الفلاسي في متابعة وانطلاقة في مع المركز الثالث، رابع التحديات وصلت نشوة مع المركز الرابع بالشعار الناطق الرسمي أحمد بن عتيج بن عبيد الرميثي يتقدم ينطلق مع المركز الرابع، وخامس التحديات المركز الخامس بروق حارب بن راشد بن حليس الكتبي، ولكن من الجانب الآخر هملولة لمصبح بن سالم بن راشد بن بخيت الكتبي ينطلق مع هملولة ما شاء الله تبارك الله،
التحديات، التحديات مثيرة، والعد التنازلي، العد التنازلي لمجريات هذا الشوط. ولكن أرى الأسامي بدأت تقرب في هذا الانطلاق المثير وبهذا الاندفاع المتميز. لنا عودة مع الصدارة ونحن نعادل حزام، أيضا نعادل لوحة الإعلان. 1200 ما تبقى عن خط النهاية. ما شاء الله تبارك الله، الشاهنية قادت المجموعة بعد لوحة الإعلان، بعد التذكير. تعرف هذا الموقع ما يحتاج تذكير أيضا مع انطلاقة الشاهنية. راشد بسعيب الغافرية اللي انطلق بالمقدمة. نتابع مياسة مع المركز الثاني. أحليس بن راشد بن أحليس الكتبي يتقدم مع مياسة مع المركز الثالث. القدوم والتسلل، نشوة بدأت تنطلق بالصدارة. ما شاء الله تبارك الله، أحمد بن عتيج بن عبيد الرميثي ينطلق مع المقدمة، ينطلق مع الصدارة. ولكن أرى المركز الثالث في لمحمد بن خليفة بن درويش الفلاسي. اللحظات الأخيرة وجولة الأوامر النهائية. ما شاء الله تبارك الله، صدرت الأوامر. الموقف خطير على المقدمة. التحديات مثيرة، ونشوة مصرة أسرار الفوز. والتحدي في تحاول قادمة بكل قوة. نشوة صامدة في تحاول. اللحظات الأخيرة وجولة الأوامر النهائية. نشوة هي الأقرب، بدأت تباعد. اللحظات الأخيرة، ما شاء الله، نشوة على الصدارة. تهانينا لأحمد بن عتيج بن عبيد الرميثي على فوز نشوة بالمركز الأول. سلام دبي، سلام، اسعدت صباحا يا هالي مشرف. المركز الثاني في محمد بن خليفة بن درويش الفلاسي، ومع المركز الثالث الشاهنية راشد بسعيب الغافرية. المركز الرابع انطلاقة وتحديات مياسة أحليس بن راشد بن أحليس الكتبي. المركز الخامس دمعة للسويدان بن سعيد بن حضير من الكتبي. هذه النتيجة مشاهدينا متابعينا الكرام للمراكز المتقدمة في هذا شوط. لنا عودة مع التوقيت الزمني ولحظات الوصول إلى خط النهاية. لحظات وصول وانطلاقة نشوة تاتي بتوقيت زمني مقداره 13 دقيقة 3 ثواني وجزئين من الثانية. تهانينا لأحمد بن عتيج بن عبيد الرميثي على فوز نشوة بالمركز الأول، بينما اللي وصلت مع المركز الثاني مشاهدينا متابعين الكرام تاتي في 13 دقيقة 3 ثواني وست أجزاء من الثانية. تهانينا لمحمد بن خليفة بن درويش الفلاسي على فوز في مع المركز الثاني. المركز الثالث، هذه لحظات وصول المركز الثالث والانطلاق مشاهدينا متابعين الكرام 13 دقيقة 7 ثواني وسبع أجزاء من الثانية، هو توقيت الشاهنية. تهانينا لراشد بسعيد بالغافرية.